اليوم السيد الصدر من خلال ما طرحه في هذه الصلاة أثبت بأنه صاحب مشروع إصلاحي وليس صاحب سل السلطة، لأن بالنتيجة اليوم السيد الصدر يقدم خارطة طريق للكتل السياسية لتشكيل حكومة القادمة. طبعا قد يتحدث البعض يقول أن لا يوجد هنالك جديد في النقاط سبق أن قدمها السيد الصدر. أقول أن الجديد أن السيد الصدر قدم هذه النقاط حينما كان يريد هو أن يشكل الحكومة وبالتالي ينفذ هذه النقاط. اليوم السيد الصدر يقدم هذه النقاط وهو في المعارضة، والمعارضة الشعبية وليست المعارضة البرلمانية، هو خارج حتى أسوار البرلمان أو الهيئة التشريعية. فبالتالي السيد الصدر يطرح اليوم أمام الكتل السياسية إذا ما أرادت أن تشكل حكومة وهذه الحكومة تكون مقبولة شعبيا، لأن السيد الصدر في تغريدة سابقة أوضح بأن الخيار اليوم أصبح خيارا شعبيا. يعني أيضا ربما أحد هذه الرسائل أن السيد الصدر وكما تفضلت اليوم يعني يريد أن يبين للجماهير بأن هذه القاعدة الشعبية الكبيرة من الممكن أن تكون داعمة ومشاركة مع أي حراك شعبي قادم ربما رافض للفساد، رافض للتوافقية، رافض يعني نقاط مهمة حقيقة وردت في أكثر من مناسبة في مشروعه الإصلاح. النقاط تركزت على آلية بناء الدولة العراقية وليست آلية بناء الحكومة.